بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. بعدما أتم الله تعالى نعمته على سيدنا يوسف عليه السلام ولم شمل سيدنا يوسف مع أبيه وأهله، أثنى على الله تعالى بما هو أهله وأنه سبحانه وتعالى هو الذي خلصه من المحن والكروب العظيمة اللي مر بيها سيدنا يوسف عليه السلام، وأثنى على الله بأنه آتاه الملك وجعله على خزائن الأرض وبسط عليه من الدنيا ما بسط من الكرامة والعزة والتشريف والمكانة والتمكين. وهو سبحانه وتعالى الذي علمه تأويل الأحاديث فأثنى على ربه، يعني تكلم بنعم الله عليه السلام. وكما أتم الله تعالى عليه نعمته في الدنيا، دعا سيدنا يوسف عليه السلام أن يتم عليه نعمته كذلك في الآخرة، فدعا بهذا الدعاء الجامع في سياق قوله تعالى، في سياق قول سيدنا يوسف عليه السلام مخاطبا ربه اللطيف، والذي ساقه لنا القرآن الكريم على لسان سيدنا يوسف عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربي آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. دعا سيدنا يوسف عليه السلام ربه بهذا الدعاء الحسن، واللي معناه يا إلهي ويا خالق السماوات والأرض، على غير مثال سابق، يعني فاطر السماوات الذي خلق السماوات والأرض، أنت الذي تتولى إصلاح جميع أموري في الدنيا، أنت ولي على من عاداني بنصرك لي ونعمتك علي، وأنت ولي في الآخرة بلطفك بي وبرحمتك. فيسأل الله سبحانه وتعالى بعدما قدم ما قدمه في سياق دعائه، قال له اقبضني مسلما لك وألحقني مولاي بالصالحين من آبائي وإخواني من الأنبياء عليهم السلام. والحقيقة اللي بيتأمل صيغ دعاء سيدنا يوسف عليه السلام بيجد إن سيدنا يوسف عليه السلام قد أثنى على المولى سبحانه وتعالى في مستهل وبداية دعائه الكريم مراعاة للمقام. فابتدأ بإيه؟ بالثناء والاستعطاف، وده بيخلي ان او بيكون ده منبئ عن انه الاجابه متحققه باذن الله تعالى، انه دايما يبدا الدعاء بالحمد والثناء. وحتى ده من سنن الدعاء اللي علمها لنا النبي عليه الصلاه والسلام، ان الداعي حينما يدعو ربه عليه ان يستهل دعاءه بحمد الله تعالى والثناء عليه، وبعد كده يصلي ويسلم على سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام ويدعو بما يشاء، ثم يختم الدعاء بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالله أكرم أن يرد ما بينهما، فده من آداب الدعاء، وده حتى بنتعلمه وبنجد بوضوح جدا في سورة الفاتحة التي تبدأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فهكذا سيدنا يوسف عليه السلام لما أراد الدعاء قدم الثناء، ودي سنة من سنن الدعاء التي لابد أن ينتبه إليها الداعي في دعوته لمولاه. فلما أراد الدعاء قدم الثناء وعدد نعم الله تعالى عليه وصدر الدعاء بتاعه، يعني ابتدى دعاءه بأجمل الألفاظ وأكمل المعاني من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فقال كما ذكر القرآن الكريم على لسانه فاطر السماء، سيدنا يوسف قال هذا في دعاء، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فتوجه سيدنا يوسف إلى ربه بتوحيده، فاطر السماوات والأرض، لأنه هو سبحانه وتعالى لا موجد للكون غيره سبحانه وتعالى، فاطر السماوات والأرض.
أي خالق السماوات والأرض، يا مبدع السماوات والأرض ومبتدئ خلق السماوات والأرض من غير مثال سابق، لا خالق إلا أنت. سبحان الله. فهو ابتدى بتوحيده والإقرار بالربوبية والألوهية للمولى سبحانه وتعالى، فهو رب كل شيء وهو موجد كل شيء، لا موجد إلا الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك سيدنا يوسف في دعائه، وده احنا بنجده دايما في دعاء الأنبياء وأدعية الصالحين وأدعية القرآن الكريم عموما ودعاء النبي خاتم الأنبياء والمرسلين، إظهار الفاقة والافتقار إلى رب، إظهار الافتقار إلى المولى سبحانه وتعالى والاستسلام للمولى سبحانه وتعالى. أنت ولي في الدنيا والآخرة، من الذي ينصر الإنسان إن لم ينصره المولى سبحانه وتعالى؟ حتى لو وقفت الدنيا كلها معه وأراد الله وشاء الله شيئا غير ذلك لم يكن إلا مشيئة المولى. يعني إنه العبد يعرف حقيقة الحقائق بأن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل الحقيقي في كل شيء، وأنه خالق كل شيء، وأنه موجد كل شيء، وأنه إذا أراد الإنسان توجه شيئا توجه إلى مولاه فسأله من خير الدنيا والآخرة، ويبتدئ دعاءه بحمدي والثناء عليه وإقواء توحيده لا إله إلا هو. ورغم إن الجملة فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، الجملة هنا في الدعاء خبرية لفظا، يعني إيه خبرية لفظا؟ إلا إنها إنشائية معنى. يعني إيه؟ يعني هو بيخبرنا بمعنى الظاهر إنه بيدينا خبر، بيديك خبر في صيغة الدعاء، إلا إنه عليه السلام يعني هو هنا أخبر باللفظ أن الله تعالى وليه في الدنيا والآخرة، هو ناصره سبحانه وتعالى، هو معينه سبحانه وتعالى. أخبرنا سيدنا يوسف بهذا في الصياغة دي، ده معنى كونها خبرية لفظا، لكنه عليه السلام أراد بها الطلب وقصد منها الدعاء، فيكون معاها معناها كن يا مولاي، كن لي وليا في الدنيا والآخرة، كن لي نصيرا في الدنيا والآخرة. وده معنى كنها إنشائية في المعنى، يعني هو الصياغة خبرية ولكن متضمن فيها معنى الطلب، اللي هو بيدي معنى الجملة الإنشائية أنه يسأل الله سبحانه وتعالى شيئا. فهو أنت ولي في الدنيا والآخرة معناها كن لي ولي في الدنيا والآخرة، وإنها حقيقة أن الله هو ولي أهل الإيمان سبحانه وتعالى. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. توفني مسلما، يعني الصياغة دي في هذا الدعاء تخلي الإنسان يتفكر ويتأمل، توفني مسلما إشارة إلى إن النعمة العظمى هي نعمة التوفيق للدين الحق، وكون الوفاء على الإسلام أجل وأسمى غايات العبد في الدنيا، لأنه مرتبط بها مصير الإنسان في الآخرة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فإن طلب لقاء الله سبحانه وتعالى وإن طلب عند هذا وعند لقاء يكون على الدين الحق، يعني طلب الوفاء على الدين الحق يقتضي إنه هذا الدين متصف بأنه الحق، الدين الحق اللي بيعبر عنه بكلمة الإسلام كما في الآية الكريمة توفني مسلما. فهو يسأل الثبات على الأمر، يسأل الدوام على دين الإسلام إلى الوفاة، وإن دي نعمة إن الإنسان يكون من أهل الإسلام ويتوفى على ذلك، يلقى الله على ذلك، وإن دي نعمة عظيمة جدا، يعني مغبون فيها كثير من الناس عليهم إن هم يلتفتوا إلى أن التوفيق إلى التوحيد نعمة النعم وغاية الغايات. والمسلم هو الذي اتصف بالإسلام، فهو الدين الكامل، هو دين أنبياء الله جميعا الذي تعبدوا به ربهم سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى في وصية سيدنا إبراهيم عليه السلام ومن بعده سيدنا يعقوب وسيدنا إسحاق عليهم جميعا الصلاة والسلام على نبينا الصلاة والسلام، كما قال إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
سأل بعد كده سيدنا يوسف عليه السلام ربه أن يكمل له هذه النعمة بمرافقة السعداء الصالحين من أوليائه في جنات النعيم، فسأل ربه قائلا: وألحقني بالصالحين. الصالحون هم المتصفون بالصلاح، يعني التزام الطاعة لله تعالى. وقد قيل أو أثير بعض الأسئلة حول فهم هذه الآية من قبل المفسرين، إن سيدنا يوسف عليه السلام كان من أكابر الأنبياء عليهم السلام، والصلاح ده اللي هو بيسأله أول درجات المؤمنين، فكيف يدعو سيدنا يوسف بهذا الدعاء؟ وأجيب على هذا التساؤل بأنه أراد سيدنا يوسف عليه السلام بهذا الدعاء أنه ألحقني بالصالحين أن يلحقه الله تعالى بالصالحين من آبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، يعني ألحقني بهم في ثوابهم، ألحقني بهم يا مولاي في مراتبهم، ألحقني بهم يا مولاي في درجاتهم. وده تواضع من سيدنا يوسف اللي ربنا فتح له ومكنه في الأرض وجعله على خزائن الأرض، لكن مش شايف نفسه، ده بيسأل الله إنه يلحقه بالصالحين من عباده. وفي ملمح لطيف قوي في دعاء سيدنا يوسف عليه السلام، إنه توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الإمام القشيري بيقول إنه من أمارات الاشتياق، الأمارات الاشتياق لله تعالى عند يعني تمني لقاء المولى سبحانه وتعالى، إنه يكون هذا التمني على بساط العافية، يعني ما يكونش التمني ده وأنا مثلا في امتحان وكرب شديد فخدني بقى يا رب وأنا مش قادر أتحمل اللي أنا فيه، لا. فسيدنا القشيري بيقول زي سيدنا يوسف عليه السلام، يعني تمنى ذلك وهو على بساط العافية، تمنى الموت أو تمنى لقاء الله على بساط العافية، حيث ألقي سيدنا يوسف في الجب فلم يقل توفني مسلما، ونودي عليه ليباع كالعبيد فلم يقل توفني مسلما، وحبس في السجن سنين فلم يقل توفني مسلما. ثم لما تم له الملك واستقام ليه الأمر ولقي أخوته وخروا له سجدا ورفع أبويه على العرش قال: توفني مسلما. فعلم أنه كان يشتاق للقائه سبحانه وتعالى، يعني لما الدنيا تمكن فيها وعلى هذا المكان السني وتحققت رؤية سيدنا يوسف عليه السلام، لم يركن إلى هذه السعادة وهذا التمكن وهذا العلو، لا، ده خلاص بقى أدى المهم، عايز يلقى الله وهو في قمة العافية وعلى ما هو عليه من المكانة القوية والشديدة، فسأل الله أن يتوفاه وهو على دين الإسلام. وده من حسن الأدب وكمال التوفيق في الدعاء. وعشان كده ندعي دايما ربنا إن ربنا يجعلنا من الموفقين في هذه العبادة، يجعلنا من الموفقين والموفقات في عبادة الدعاء. وهكذا بتظهر لينا أهمية الدعاء في حياة الأنبياء والصالحين والمؤمنين. الدعاء ده بابهم إلى ربهم، التزام عبادة الدعاء ده منهج جميع الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. الدعاء هو لجوءهم إلى المولى سبحانه وتعالى، وهم دائما اللجوء إلى ربهم في سرائهم وضرائهم. والإنسان المؤمن لازم يكون كده، يلجأ إلى مولاه في السراء قبل الضراء، فمن سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب، فليكثر الدعاء عند الرخاء. يعني أكون أنا ملازم لعبادة الدعاء في كل وقت وحين، أدعو الله مع كل حركاتي وكل سكناتي، أنا ملازم لهذه هذه العبادة في كل أحوالي، في سكناتي وفي حركاتي أنا ملازم لسؤال الله المولى سبحانه وتعالى من خيري الدنيا والآخرة: إياك نعبد وإياك نستعين. وإنه كذلك ينبغي أن يكون الدعاء ملجأ
العباد المؤمنين، ملجأ ليهم في جميع شؤونهم، في جميع شؤون حياتهم، صغيرة كانت أم كبيرة. فاللهم ربنا، اللهم فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم آمين أجمعين.